كثير من المبدعين اللي يعيشون هنا في أوروبا وأيضا في العراق يتم الاحتفاء بهم عبر أمسيات ثقافية تقيمها جمعيات معنية بشؤون المبدعين هنا في أوروبا في عدد من دول أوروبا. لكن بعد المظاهرات اللي الآن يشهدها العراق، تشهدها بغداد والمحافظات العراقية، تحولت هذه الأمسيات والممارسات الثقافية إلى طرح لتجارب المبدعين اللي عايشوا التظاهرات في ساحة التحرير وفي ساحات العراق المختلفة، ولما يجون لأوروبا يتم الاحتفاء بهم وبطريقة خاصة. الطريقة هاي أنه يتكلمون عن صور التظاهر، ما يدور في التظاهرات اللي تشهدها بغداد وباقي المحافظات. إليكم جزء من هذه الأمسيات التي تحتفي بالمتظاهرين في العراق واللي ينقلها مبدعين، شعراء، فنانين وحتى رياضيين. مو إلا طبيبة شوية خبرة تروح تسعف متظاهر، هذا الموضوع كلش مفرح. تشوفوه هناك، يعني اكو اشياء كلش مفرحة، تشوف اكو ناس عندها وعي، هذا الوعي تحاول تنشره. كل خيمة تشوف بها ناس، اكو خيمة تكتب الاشياء اللي ممكن نريدها احنا، ويتناقشون بها ويتحاركون، مثلا يتناقشون على نقطة من النقاط اللي تريدها الناس. ايضا ما ننكر دور المحامين اللي موجودين بالبلد، ناظرين نفسهم وعمرهم انه يتواجدون بساحة التحرير حتى يدافعون عن الناس اللي تنسجن، اللي ياخذوها ويحاولون يطالبون بحريتها. هواي ناس راحت اعتبروهم اربع ارهاب، لانه كونه هو من قريب من ساحة اسمها الاحرار، هم انطوا قانون اللي عبر جسر سنك يعتبر مخرب. حيدر عبد الثامر فنان متظاهر قادم من العراق، يصف الأجواء في ساحات التظاهر ببغداد للجالية العراقية المقيمة في السويد التي تستمع لبطولات وتضحيات كبيرة قدمها المتظاهرون بأشكال مختلفة. من القلب تحياتي لقناة الشرقية، أكيد أنا كنت أحد أعضائها ولا زلت إنه أحد أعضائها، هم أصدقائي أيضا. تحياتي لكل متابعيها ولكل ناسها بالخارج وبالداخل، وإن شاء الله تبقى الشرقية الأولى مثل ما اعتبرناها الأولى سابقا، وأكيد راح تستمر بدعمها للثورة والمتظاهرين لا غبار عليه. تحياتي لكم. هنا في مدينة مالمو تحولت الأمسيات الفنية إلى جلسات استماع لفنانين وشعراء خاضوا التجربة وتظاهروا. فللشاعر أحمد الثرواني قصص يلقيها شعرا على أسماع الحاضرين، حملها من ساحة التحرير إلى أوروبا. كان لي شرف أن أشارك أهلي في بغداد في ساحة الشرف، في ساحة التحرير، في مظاهراتهم، في مطالبهم المشروعة. وعدت إلى الدنمارك قبل أيام، وراح أهديكم القصيدة اللي ولدت معي أثناء وجودي في ساحة التحرير، وكان حوار بيني وبين بغداد. أقول بها: إلج بغداد جايب كومة اعتاب، أطشن على بابج حفنة دموع، أنا ببابج وقلبي يدق على الباب، ودر القلب عندك همسة مسموع. سمعتك قلتي ما كفاك الغياب، يا ابني بداعتي ما منك رجوع، يا ابني شو وقت نلتم لما تحباب، ترى والله بغيابك قلبي موجوع. إلك خوان ناموا جوا التراب، اقرأ اللافتات وشوف الشموع، جرح سبايكر لي هسه ما طاب، وكرادة بحزن محنية الغلوع، ومن طاحن دموعك طاح الاعتاب، الحكي ما يفيد خلي نسولف دموع. اليوم أمسيتنا اليوم حول ثورتنا، الثورة التي عادت الأمل لنا، اللي عادت العراق لنا بعد أنه شعرنا بخيبة أمل أن عراقنا سيضيع. لا بالعكس، عراقنا رجع بجهود شبابنا وثوارنا الأبطال. لبرنامج ظهيرة الجمعة، ميناس السهيل، مدينة مالمو السويدية.